صار موعد الصلاة، أنا رايح أتوضأ دكتور. ليش صار معك حدث أصغر؟ إيه دكتور، خرجت مني ريح. عم قول لحالي شو هالريحة؟ معك مية؟ معي قنينة صغيرة دكتور. بدك تتوضأ بقنينة صغيرة؟ إيه بتكفي، الوضوء ما بده مية كتيرة مثل الاغتسال. شو الفرق؟ بالاغتسال لازم نغسل السبيلين، وشو السبيلين؟ يعني المخرجين تبع الخراق والبول. عيب منك، أوف، ضروري تذكرنا بالقرف. خرجك دكتور. ليش انت فضولي وبتسأل كتير؟ ضروري تعرف التفاصيل. طيب، شو تعمل بالوضوء؟ الوضوء هو كالتالي دكتور. الطهارة من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو المانع من الصلاة كالبول أو ما يخرج من السبيلين أو الدم أو الريح. والآن نشرح لكم صفة الوضوء الفعلية. غسل اليدين 3 مرات، ثم المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ثم غسل الوجه، غسل الوجه من منبت الرأس إلى أسفل الذقن، وتخلخل اللحية إن كانت كثيفة مثل اللحية كذا، وإن كانت خفيفة فتغسل كامل الوجه وحدود الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ثم غسل اليدين إلى المرفقين. بداية اليد من هنا، كثير من الناس يخطئ ويبدأ من هنا. والله عز وجل يقول واغسلوا أيديكم إلى المرافق، واليد تطلق على كل اليد هذه. أما هذا فقط اللي يغسل من هنا إلى هنا يكون غسل الساعد فقط، ولكن الصحيح يغسل من بداية أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق هكذا. شفت الآن يغسل هكذا، ثم الآن مسح الرأس. بس شيء بسيط، يقبل بهكذا بالرأس، ثم يدبر بيديه، يقبل ويدبر، ثم يدخل السبابة في صماخ الإذن والإبهام من خارج الإذن هكذا، واليمنى كذلك، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ويخلل بين أصابع رجليه هكذا، ويحرص على غسل الأعقاب. هذه الأعقاب الذي ورد الوعيد، قال ويل للأعقاب من النار، يحرص على غسل هذه الأعقاب. الوضوء تبعك بده كتالوج، وليش كل هالشغل يا سيد إسلام؟ الله ما بيقبل الصلاة بدون وضوء دكتور، لازم الإنسان يتنقى وبعدين يجي لعند الله. يعني هلأ إذا رحت توضيت رح تتنقى؟ إيه نعم. حتى لو كنت كذاب ونصاب وبتحلف وتلعن؟ دكتور ما خاص هاي بهاي، نحن منتغسل جسديا من برا. إيه نعم، من برا هلا ومن جوا يعلم الله. دكتور أنت شو بيزعجك يا أخي بالموضوع؟ بيأثر هذا الشيء على العلاج؟ طبعا، كل الطقوس اللي بتعملها إلها علاقة مباشرة بأمراض النفسية، من طقوس الخراء إلى عقيدة الولاء والبراء، كلها بتأثر عليك. والحل؟ الحل إنك تتحرر من الطقوس اللي بتسبب لك وسواس، وتبلش تعبد الله بقلبك وفكرك وضميرك. الله ما بيهمه نقاوة جسدك، الله بيهمه نقاوة قلبك. القلب نقي دكتور، نقي إن شاء الله. بالاغتسال لازم نغسل السبيلين. عن عائشة أن الرسول إذا قام ليغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيقوم بغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. السيدة عائشة بتقول هون أنه غسل فرجه. إيه دكتور، لما بيخرج غائط أو بول لازم يغسل أو يمسح ب3 حجرات، إذا خرجت ريح مثل ما صار معي ما بيحتاج الأمر. معلومات قيمة جدا. طبعا دكتور. إيه روح اغتسل لكان روح. وضوء وضوء دكتور مو غسل، شايف كيف كل الشرح ما نفع معك.